أهلا وسهلا بكم في هذا الشريط الجديد. اليوم أود أن أتكلم عن بعض الصعوبات التي عشتها في تعلم اللغة العربية. أنا تعلمت اللغة العربية لتقريبا مدة 4 سنوات، 4 سنوات، و علي أن أقول أن اللغة العربية أصعب لغة من كل اللغات التي تعلمتها، مثلا الإسبانية أسهل، الصينية أسهل، هناك بعض العناصر في اللغة العربية تشكل صعوبة بالنسبة للغير ناطقين بها، الغير ناطقين بلغة الضاد. أولا، الصعوبة الأولى هي الأبجدية العربية. لماذا الأبجدية العربية صعبة بالنسبة للغير ناطقين؟ لأن هناك ثلاثة أشكال في لكل حرف، مثلا حرف العين يختلف شكله، سواء كان في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، أو في نهاية الكلمة. سنكتبها هكذا في بداية الكلمة، في وسط الكلمة هكذا، وهكذا بشكل أو هكذا. إذا نجدها في نهاية الكلمة، فهناك طبعا الشكل المنعزل، سنكتبها هكذا. هذا تشكل صعوبة نوعا ما، من إلى حد ما صعوبة في البداية، ولكن بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر يمكننا التعويد. والكتابة صعبة باللغة العربية، لأن نحن مثلا عندما نكتب بالفرنسية أو الإسبانية، كل اللغات الأجنبية من أوروبا، نكتبها من اليسار إلى اليمين، وباللغة العربية هذا علينا أن نقرأ من اليمين حتى اليسار. هذا صعب جدا في البداية. وأصعب شيء في قراءة اللغة العربية هي تصريف، وللمبتدئين هذا صعب، لأن ليس لدينا أي إشارة لنعرف هل لدينا أن مثلا كلمة اندلاع الحرب، مثلا هل لدينا أن ننطق اندلاع أو اندلاع أو اندلاع، لا نعرفه. وبسبب ذلك علينا أن نفهم القليل من القواعد من النحو العربي. والنحو العربي صعب جدا، مثلا قبل دقيقة أو دقيقة دقيقتين قلت 3 سنوات، ولكن هذا ليس صحيح. هنا 3 سنوات بدون التاء مربوطة في نهاية 3، هذا صعب. أيضا العكس، علينا دائما أن نقول العكس، مثلا 3 بنات وليس وليس للأشخاص، هذا مختلف. مثلا أقلام، القلم مذكر بالمفرد، بالجمع تتحول إلى مؤنث، هذا غريب جدا بالنسبة لنا. علينا أن نقول 5
أقلام، وليس وليس خمسة خمسة وليس خمس أقلام. وهذا شيء من التفاصيل، يعني لا توجد أي مشكل في تواصل إذا نقول بالمؤنث أو بالمذكر، ولكن عندما نكتب باللغة العربية علينا أن نكتب بشكل صحيح. وهذا تشكل كل الصعوبات كل الإشكاليات أو المشاكل عن الكتابة أو القراءة. طبعا لا نعرف الأوزان في الكلمات والتصريف، وبسبب ذلك في البداية لا نستطيع قراءة بعض المقالات من الصحف مثلا، ولكن بعد سنة أو سنتين نبدأ أن نفهم أن هناك جذور في كل الكلمات العربية، وهذا شيء جميل جدا. مثلا كتب، هناك كتاب، كتاب، مكتب، إلى آخره. وأيضا نقطة أخرى هي صعبة الجمع باللغة العربية صعبة. علينا أن نعرف كل الأوزان لكي نفهم أن هذه الكلمة جمع من كلمة أخرى. مثلا نقول القميص قمصان، أو مرأة نساء، أو يد أيدي. هذا صعب جدا بالنسبة لنا، وحتى اللون تتخيل حمراء أو أحمر، سوداء أو أسود. لا أعرف، هذا صعب جدا. يمكننا أن نتواصل هكذا إلى غد، نقول مثلا حائط، حيطان، لا أعرف، وطن، أوطان، طفل، أطفال. هناك الكثير من الكلمات هكذا، وعلينا دائما أن نعرف الجمع من الكلمة، وهذا ليس بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لنا. وأخيرا أود أن أتكلم عن مشكل اللهجات أو الدارجة في تعلم اللغة العربية بالنسبة للأجانب. إذا نحن في القسم تعلمنا كلمة الهاتف، أو كلمة النافذة، أو كلمة الحاسوب. وأنا متأكد لا أحد في العالم العربي يستعمل في التحدث أو التكلم اليومي كلمة هاتف أو نافذة أو الحاسوب. هذا غريب جدا، لأن نتعلم لغة طبعا مستعملة في سياق رسمي، أو في الأخبار، أو في الكتابة، أو في الكتب. هذا طبعا يشكل الأساس، العقيدة لتعلم اللغة العربية طبعا. ونحن نتعلمها ونسافر، نغادر إلى عالم عربي، سواء كان إلى غرب عالم عربي أو شرق عالم عربي. نجد أن الناس لا يريدون التعبير باللغة الضاد، وهذا مؤسف جدا. عندما مثلا نذهب إلى مصر ونركب سيارة الأجرة ونتكلم باللغة العربية كما الآن، هذا غريب جدا. سيسأل لك لماذا تتحدث باللغة المدرسية. ونفس الشيء في الأردن، في المغرب، في الجزائر، وفي تونس.
وإذا ما الحل؟ الحل بالنسبة لنا كأجانب تعلم اللغة العربية الفصحى بشكل جيد، وبعد ذلك المغادرة إلى أي بلد عربي لتعلم اللهجة المحلية. إذا الآن تكلمت 10 دقيقة وسأواصل عن اللهجات. أنا شخصيا لدي أكثر الاحتكاك مع المغاربة، وعندما أقول المغاربة يعني أقصد ليس فقط المغاربة ولكن المغرب العربي بشكل عام، المغرب، الجزائر وتونس. وليس لدي الكثير من الاحتكاك مع الشرق الأوسط، مع الناس من الشرق الأوسط أو من الخليج أو من مصر أو حتى من الشام. إذا عودت اللهجة المغربية كانت صعبة في البداية، لأن لم أكن قادرا لفهم كلام المغربية، لأن هناك الخليط فيما بين كل الكلمات، من أصل فرنسي، من أصل بربري يعني أمازيغي، ومن أصل عربي طبعا. ولكن الدارجة المغربية تبقى قريبة جدا من اللغة العربية، لأن هناك الكثير من الناس يسألونني كيف تعلمت الأساس من اللهجة المغربية في مدة 3 أشهر. أنا قلت دائما اللهجة المغربية قريب جدا من الفصحى إذا لا نقوم بخليط مع الكلمات الفرنسية. طبعا إذا أنا أعرف إذا إنسان أو شخص سوري أو أردني أو مصري يغادر إلى المغرب ويتكلم بلهجته، أن المغاربة سيفهمون وسيردون بالدارجة المغربية، والطرف الآخر لا يفهم، لأن هناك كلمات خاصة. وكعرب إذا عشتم مدة شهر أو شهرين في المغرب، أنا متأكد أنكم ستتكلمون بشكل جيد اللهجة المغربية، لأنها سهلة جدا. طبعا هناك بعض العبارات أو بعض الأشياء لن تفهمونها، مثلا دائما عندما كنت في بيت الجار وقال لي سخون بزاف، بحال شرجم عفك، بحال شرجم عفك، وسد الباب عفك، ربما سد الباب فهمته، ولكن بحال شرجم أو بحال طقة لن تفهم. إذا أنت ليس من المغرب العربي لن تفهم، ومع الوقت والاحتكاك كل شيء ممكن. و تعلم اللهجة المغربية مفيد جدا، لأن عبر اللهجة المغربية أفهم بشكل عام، ليس بشكل دقيق، ولكن أفهم الجزائريين وأفهم التونسيين، لأن هناك قواسم مشتركة بين كل اللهجات. المغاربة يقولون باش، حتى التونسيون يقولون نفس الشيء. طبعا الجزائر استثناء، هناك دائما خزو الكلمات الفرنسية في التحدث الجزائرية. أتذكر إنني شاهدت شريط في الموقع اليوتيوب، وهناك شخص في الشارع يتجول في الشارع،
ومذيع مثل في الإذاعة، ويسأل الناس بالميكروفون، يسأل باللهجة الجزائرية، يسأل سؤالا للناس الذين يمرون في الشارع أو في الزنقة، يسأل بهذه الطريقة. أخاي أخاي، فاش كترافيرسي لا ري، واش كتريغاردي أولا أ دغوات ولا أ غوش؟ أو أنت غادي تريبوند بلا فيريتي، واخا ليس واخا هذا مغربي. السؤال بهذا الشكل، إنسان سوري لن يفهم أي شيء، لأن هناك للأسف هناك خليط بين اللغتين. هذا مؤسف، مؤسف جدا، أو هذا عنصر من الثقافة الجزائرية، وحتى الثقافة من كل المغرب العربي، الخليط بين الفرنسية والعربية. هذا أنا أحبها، لأن عندما لا نعرف كلمة باللغة العربية نستخدم الكلمة الفرنسية. طبعا لمستوي اللغة العربية سيء جدا، هناك تأثير سيء، ولكن هذا مضحك مضحك. مثلا الجزائريون يقولون في الدار ديالي عندي بزاف ديال البيلوات، عندي بزاف البيلوات او شيئا من هذا القبيل، او المغاربة سيقولون لا اعرف. بشكل عام الجزائريون يستخدمون كثيرا الكلمات الفرنسية، ويقول هنايا تلقينا وبدأنا الكونفرساسيون، وبيان سور كان مرتاح هكذا. لا أعرف. شكرا جزيلا لمشاهدة الشريط، وإذا أنتم من عالم العربي تريدون التعليق، مرحبا بكم. اكتبوا تعليقات في تحت الفيديو، وأحب كل الثقافة العربية، سواء كان من غرب عالم العربي أو شرق عالم العربي، أجدها عجيبة جدا، مختلف من كل الثقافات في العالم، مختلف من الثقافات الآسيوية، مختلف من الثقافات الأوروبية، ومختلف من الثقافات الأمريكية أو الأمريكية اللاتينية. إذا أتعلم اللغة العربية فقط لأتعلم أكثر عن الناس من عالم العربي وعن ثقافتهم، طبعا أيضا للتواصل مع الناس من المغرب العربي وشرق الأوسط والشام ومصر. شكرا لكم، وأنا تكلمت طويل لمدة طويلة جدا حتى الآن، ولكن أردت أن أصور الفيديو، وأردت أن أشكر كل الأساتذة الذين يدرسني اللغة العربية، هم من المغرب، بخصوص من مدينة طنجة ودار البيضاء وشفشاون، وأستاذة تونسية لا أعرف من أي مدينة، وأستاذة من العراق من بغداد. تعلمت الكثير عن البلدان العربية وعن الثقافة العربية، والآن نتعلم أكثر عن الثقافة العربية. درسنا القومية العربية، درسنا أيضا ماذا كذلك المجتمع المدني في العالم العربي، وسنبدأ مع المواضيع السياسية، مثل اندلاع المشاكل بين فلسطين وإسرائيل. هذا بعيد طبعا من عالم
من المغرب أو الجزائر. هذا التنوع من الثقافات جميلة جدا، وللأسف العرب كما قال لي صديق فرنسي هو اسمه ناد، هو يسكن في مدينة فرنسية في وسط أو في جنوب فرنسا، وقال لي اتفقوا العرب على أن لا يتفقوا. هذه الجملة جميلة جدا جدا جدا، لأنها صحيحة 100%. هناك فروق شاسع بين كل العرب، وأحب هذا النوع من التنوع والفروق، لأنها جميلة جدا. شكرا لكم للمشاهدة لمشاهدة شريط، ومع السلامة. شكرا جزيلا لكل العرب.